ما نشي كرمه باللي لعبت مع البالو ولا لعبت مع سيربيا ولا انا لعبت معاه في الكارتي بكري اللي كانت عندنا 14 سنة 15 سنة وهذا كان حبيبي وصاحبي وكانوا اللي يقراو معايا كانوا نكمل انا كمل انا كمل فادي ذكرى صغيره نقراو بها في الليسي ومنخرطين في سبيل تجربه التحرير جياب انا غير ستاد ما عرفوا غير ستاد صاي من ستاد لي ستاد بعد خطرة هذو كان عجاون 68 دي فرول 67 ولا قبل المهم سكنوا في العناية احنا سكننا في 58 في 58 ايه 58 انا نقول جينا غادي نلعبوا في معسكر ماسكارا غران دي كي تاع ماسكارا اللي تزاكر بلو مي كان عاد كادي تي بلو قبلها روميس وكل شيء قالوا لي هذا دي دي نقول ها ما مشي مليحه في العنصريه بتاع نقول قال لي يا ودي هذا قبايلي ما تلعبهاش وانا قلت لهم معزه اللي قلت له قبايلي والله غير العب نحيت الجول سينيور ودرت كان عاد كادي ايوه هذه هي اللي هذا كان حبيبي وصاحبي راني كرمته والحمد لله وان شاء الله نطلبوا كاع الرياضيين وهاد لي جون قاعد ينجحوا ان شاء الله الدنيا تاعهم انا هضروا فيك انا هضروا فيك وعلى هادي على بالك يلعب في سيرفي بالي وعرا ما عندي ما انا هلا وليد الشاف شي كيفاش يلا يا دير الكود هي دير الكود اوفر انتوما صغار وعلى بالك ريجيونال تاع كاع تاع هو انا مستغل مغربي زال كنت سي الوات هذا هو اللي كان بين سيلكسيون ريجيونال ما تعقلوش انتوما قبل واسع الله يبارك لا طول عمرك الحاج بارك الله فيك انتما خدموا عليك يحبس الرضا واحد من الذكر بصادوار رياضيين منا داروا الشامبيونات دو مون في الاتليتيزم من المره محيين عاد حيين جاب ميداي دور تواتي الطيب هذاك وبطري على البروفيسور فروسي دنيا هذيك وديك راحوا ربحت بول مرقه اللي راها شامبيون اولمبي ما شاء الله تيزي وزو راه ما عندنا تصور نتاعنا بروميير بلاس وبول مرقه دوزيام والله يجعلها يكون خليفه الله يسعدك اه جينا لمساء الخير اليوم رانا في بلدية الحنايا والمركب الجواري لبلدية الحنايا واليوم رانا نحضروا التكريم تاعك اللي كرمك الحاج عبد السلام بالمناسبة تاع المناسبة تاع 70 سنة انا ماذا بيا تقول لنا واحد الكلمة الناس اللي ما يعرفوكش والناس الحنايا واحد الكلمة بهذه المناسبة نشكر على كل حال في رئيس الجمعية رغم اللي جمعية فاتية لكن الأفكار والانتماءات كبيرة الشباب ما شاء الله نطلبوا ربي يطول عمرهم ويكونوا خير خلف لخير سلف الحناية برجالها وبالرياضي نتاعها نتمنى ودوم هذه الساعة ونشكروا كاع الناس اللي حضروا معنا صغار وكبار والسلطات على هذه الالتفاتة وهذه المبادرة الطيبة
والسلام عليكم. انا ماذا بينا نمشي ولا منصان هنا نكرموا ونتكلموا على على الجلالي اللي كان رياضي اللي ما يعرفاش نعرفوا الجلالي، جلالي قويدر اللي من بكري معروف. انا سي جلالي، انا ماذا بيا تزيد تكلمنا على الرياضه اللي هنا في الحنايا وكيفاش الرياضه في الحنايا. واش نقول لك، رغم اللي هاد السنين تالا نقصت في الحجم نتاعها ونقصت في الفروع نتاعها، لكن تقعد يعني كمثال كاع الولايات تاع تلمسان. وانت راك وانت اول هذه الذكرى باش يعرفوا الناس، اول ميداليات في العاب القوى اللي دخلوا للرابطه الولائيه كانوا من نصيب السي ار بي اش، بلديه الحنايا. بلديه الحنايا في 86 في تيزي وزو في البطوله الوطنيه للاصاغر، فيها كان تواتي الطيب ميداليه ذهبيه، تواتي بالعمر ميداليه ذهبيه في 400 متر، وعاود موراها مشاو يعني يمثلوا الجزائر في الطليان، جات التواتي الطيب جا من تمك ميداليه ذهبيه من ايطاليا، وعاود العاب تاع مكناس كان فيها تانيك اربع ميداليات في بالخيطر في رمي الجله، والطيب التواتي يعني في 400 متر تتابع، وتواتي بن عمر في 400 متر بلا. نظن هذا هو الحفل، هذه الانجازات اللي قاموا بها ولاد الحنايا. انا ماذا بيا نزيدوا نكملوا المسيره، نكرموكم بعد نزيدوا نتكلموا مع الحاج عبد السلام ونشوفوا واش يقولوا لنا على هذا الالعاب اللي في بلديه الحنايا. يلا سي الحاج الحاج احمد عبد السلام، نظن غادي تكرم سي قويدر جلالي، وهذا راه يقدم لها هذه حاجه التفاته بسيطه راه يقدمها للشي جلالي. هذه هي شهاده تقدير كمحبه وعرب صداقه في الرياضه، راه يقدمها لك الحاج احمد عبد السلام، تقبلها منه سي تقبل منا ان شاء الله. بارك الله فيك. الدنيا وما فيها هذه هديه، انا اكتب فيها ونقول هذه الهديه. هذه الهديه انا راني كاتب فيها، راني كاتب فيها غنى الانسان، غنى الانسان هي المحبه والصدق. عندك الملاير ما من ما تكونش عندك المحبه ما تسوى والو. والله هذه علاش كبرنا، هذا هو التكريم. الله يتقبل منا ومنكم. هذا هو التكريم تاع السي قويدر، وهذه حاجه التفاته بسيطه رانا نقدموها لك. وهذا هذاك نشوفوا الحاج عبد السلام واش تقول لنا على هذا التكريم. احنا كرمنا الشي جلالي الحاج جلالي وكرمناه في هذه الايامات، باسكو هذا كان ستنامي ستنامي بكري كنت انا في الحنايا، كان يحبني ونبغي صدقه تاع صدقه. ونحيوا رئيس الجمعيه تاع سيركا تاع المستقبل والمدربين تاعهم تاع لي جون تاع الكبار، وراهم داروا فرقه في حي خميسي والستاد راهم يخدموا فيه غازون، وان شاء الله نتمنوا لهم الصعود التوفيق والصعود. ربي يفتح عليهم، ربي يفتح عليهم. شكرا بارك الله فيك. يلا اعطيهم لا يشربوا لا. شكرا يا روحوا. بون نعطيو لهاد الكبار. خلي هذوك تاع مساء الخير، مساء الخير دائما في المركب الجواري لبلديه الحنايا. ورانا اليوم مع الحاج احمد عبد السلام اللي دار هذه الالتفاته الجميله للرياضي اللي كان بكري يلعب جلالي المدعو زاقالو جلالي قويدر، اللي اليوم دار لها بالمناسبه 70 سنه، راها دار لها واحد الالتفاته واحد التكريم.
سي الحاج واش قلنا على هذا التكريم تاع اليوم اللي كرمت الجيلاني قويدر فيه؟ انا كرمت هذا باللي الصحبه ما لعبش مع السيربياش بصح كنا نلعبوا صغار معاه، لعبنا ايامات بكري في 63 64 وكنا صغار حتى 66 هي، ومن بعد كل واحد وراه الميدان. ونحيي الاخر صحابي بالعشري بونوار الحسين كثير غالم الحسين، وكانوا معنا هذا اللي كانوا معنا بالروبا وجماعة بزاف اللي كانوا في المستقبل، كنا نلعبوا في الكارتي تما المشري معمر كانوا لا فامي بالعشري بزاف كاع يلعبوا كرة القدم، وان شاء الله نطلبوا كاع الشباب هذا ان شاء الله ينجح ونحيوهم كاع ونحيوا الفرقة تاع المستقبل شركة والرئيس تاعها كل شيء لي مونبر تاعها، وان شاء الله الصعود ان شاء الله هذا العام، وان شاء الله كل شيء صحابنا اللي ماتوا الله يرحمهم واللي راهم حيين الله يشافيهم ويعافيهم، وان شاء الله نطلبوا لهم الصحه ان شاء الله، واللي نسيناهم يسمحوا لنا، ورانا بزاف اللي قراوا معاي وماذا بيا التقى بهم، كان واحد بالمني عبد الحميد كان صاحبي ما لي 20 سنه 30 سنه الجيلاني البلق الجيلاني حبيب في فرنسا، هادو ماذا بيا تلاقى بهم قدو كان يقرا معاي وجمعها بزاف ان شاء الله. ان شاء الله نعاود نرجعوا لسي عبد الله. واش قلنا سي عبد الله؟ وقلنا نشكركم على هذا الانتفاضه تاع هذه المبادره اللي درتوها تاع تكريم الجيلاني، بارك الله فيك. وما نساش المجيد خويا عرضته باش يجي وما جاش، بصح معليش نحييه، وخويا هذا المجيد هذا يحب يحضر في هذه التكريمات وما جاش نسلم عليه، ان شاء الله نتمنى له ان شاء الله يستبيت هي ويولي لفرنسا ان شاء الله. شكرا شكرا بارك الله فيك، ونتمنى ان شاء الله عاود مبادرات اخرى للاعبين اخرين اللي راهم منسيين، باش تكون هاد اللحمه دائما طيبه وهاد المناسبات تكون كريمه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا السي حساني بارك الله فيك، ونتلاقاو في ساعه الخير ان شاء الله، وطلبوا لنا ان شاء الله نديروا الحجه ان شاء الله. ان شاء